بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد يقول مولانا تونس، ندخل في منطقة ذكر الاختلافات. ألم ترى، شوفك الطريقة المثلى في البيداغوجيا الربانية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ ما لاش، لأن الأرض ماتت، وإذا كان ماتت تشققت ومنظرها يولي غير صار للناظرين، وموتها ليس كحياتها. وقت يجي الماء وجعل من الماء كل شيء حي، ترجع الحياة من جديد. وهذا ربي يعلمنا بتكرار موت الأرض وأحياء جديد، أن هناك لا محالة بعث يكون فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان بالتمام والكمال.